بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هكذا طلع خفيفة ظريفة، راح إن شاء الله هنطلعوا على الإنتاج وراح نتكلموا شوية في هذه الفيديو إن شاء الله، وربي يقدر الخير إن شاء الله، وربي يوفقنا إن شاء الله ويوفقكم. أبقوا معنا مع خالتي. إذن إخواني الكرام، هذه أمهات رام بالكرش كما راكم تشوفوا، رام رافدين مقرب يحطوا كاع كما راهم ما شاء الله. دوك هذو ما نسيليكسيونيوهم في أحواض، وهذوك الأحواض إن شاء الله يعني نديرو كل ثلاث أمهات ولا أربع أمهات في حوض صغير، هكذا باش نقدروا نتحكموا في الانتاج اخواني الكرام. اخواني الكرام، كما على بالكم الام الواحده تقدر تحمل حتى 70 فرخ او 70 يعني زريعه في بطنها، وهذه الطريقة يعني اللي نقدروا باش نتحكموا في الصغار، يعني ما نديروش حوض مكتظ بزاف، ما نعمروش فيه بزاف باش مع التالي ما ياكلوهمش ونقدروا نسيطروا عليهم. بسم الله ما شاء الله، ربي يوفق كل واحد ان شاء الله، انتاج شباب باذن الله. ما شاء الله العلي العظيم. بفضل الله عز وجل. بسم الله ما شاء الله، الجيبي بلاتي والمولي بان ما شاء الله ما شاء الله. اخواني الكرام، كما راكم تشوفوا هنا في التصاور لي كولير راهم باينين واضحين ما شاء الله. باش تطلع لا كولير هذه لازم لك واحد الماكله تاع لا كولير، مكمل غذاء ان شاء الله. راح ندير عليه فيديو وراح يكون ان شاء الله يعني فيديو شباب بزاف، اللي نوري فيه الماركه تاع الماكله ان شاء الله. الناس اللي راح فانيك نمد وين شريتها باش الناس تقدر فانيك تجيبها، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. تولوا تخرجوا لي كولر هذا ان شاء الله، الجي بي يخرج لك شباب ما شاء الله، كما راكم تشوفوا هنا في الصوره تبارك الله، حاجه روعه كاع. تديها للحان وتمنى تبيعها منا باسكو السلعه شابه الله يبارك. وان شاء الله يكونوا دي فيديو ان شاء الله، رانا يعني بالعقل برك. وهذه هي خاوتي.
إذن إخواني الكرام، هنا في الصورة كما راكم تشوفوا بعض الصغار أو الفراخ تأكل، يعني يتم إطعامها بكميات يعني معتبرة. راح إن شاء الله نديرو دي فيديو شحال نعطيو لهم الخطرة، وكاع خاطر في القناة راه كاين بزاف دي كاستيون الناس تحاول تعرف تفهم. إن شاء الله يقدرنا ربي ونوريو لكم كل شيء بإذن الله تعالى. وصحة فطوركم وصحة سحوركم، رمضان مبارك إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا دي فيديو شابين. استناونا خوتي، وما تنساوش دعم القناة خوتي باش الفيديو يوصل للناس، وتفعيل الجرس أيضا باش يلحقوكم لفيديو أول بأول إن شاء الله. وهذه هي خوتي.